أعلن أمين عمان الكبرى عاقل بلتاجي عن مخطط جديد لإعادة تأهيل عمان القديمة يمتد من منطقة عين غزال إلى منطقة رأس العين. هذا الإعلان جاء خلال لقاء البلتاجي أهالي منطقة المدينة التي تشمل أحياء وسط عمان ظهر اليوم، حيث أوضح أن المخطط الجديد ستنظمه قوانين تكفل الحفاظ على الإرث التراثي لعمان، بحيث لن يكون مسموحاً إجراء أي تغييرات على الأبنية القائمة إلا بموجب هذا القانون. وكان بلتاجي قام بجولة في منطقة المدينة، وبعدها استمع من رئيس وأعضاء اللجنة المحلية للمنطقة في الساحة الهاشمية وسط عمان إلى المطالب الخدمية للأهالي واحتياجاتهم، حيث تركزت المطالب حول ضرورة إزالة المباني المهجورة ومستوى النظافة العامة، بالإضافة إلى المشاكل التي يعاني منها مجمع رغدان السياحي. يذكر أن بلتاجي قام بعدة زيارات لمناطق مختلفة من عمان بغية الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة فيها، حيث استمع خلالها إلى شكاوى ومطالب المواطنين ورؤساء لجان هذه المناطق. الآن يعمل في مدينتكم في أمانتكم من رأس العين إلى عين غزال بأحكام خاصة، والله شباك ما تقدروا تغيروه إلا بهذاك القانون والنظام، شباك، لأنه بدنا نرجع نحافظ على عمان اللي أنتوا أبياتكم عرفوها وعشقوها. مو كل من حارت إيده إله، فوضى منظمة، لا، قوانين، أحكام، تعليمات على الكل، حتى لو كانت قاسية، من منطلق ظلم في السوية عدل في الرأي.